احنا شعب خلاق وشعب مبدع وشعب صانع، بس يجب ان تكون هناك قيادة حتى تقود هذا الشعب نحو الافضل. بالنسبة للتصنيع العسكري، يصار لهم يستلمون رواتب وهم قاعدين بالبيت، احنا مو زغرا بيهم او غرضا بيهم، لكن هذه الاحزاب الموقرة اللي عايشة بالبلد من 2003 لحد الآن، أنا الحمد لله وشكر لحد الآن ما عندي لا حزب حتى من كان البعث، الحمد لله وشكر. بس هاي الحزب واحد من الأحزاب بدا يجي أحد هذا الرئيس الجديد رئيس الوزراء، الله يحفظه ويخليه ويستر عليه ويحفظ الشعب إن شاء الله، هو برنامج واضح ودقيق. أنا عندي حزب، ليش ما تجي على رئيس الوزراء وتخلي أصابعك ووجهه تقول له أنا أبي أسوي مصنع، يشجعه لو ما يشجعه؟ طبعا يشجعه، راح يشجعه طبعا، وراح يشجعه ويبني المصنع حتى يصير هذا الحزب منتج مو حزب مستهلك.